أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2019. هنتكلم عن تفاصيلها وهنتكلم على سعرها. نبدأ على بركة الله. ميتسوبيشي إكليبس كروس 2019 بشخصية متفردة وملامح حادة، لا يمكن إغفال الصراع الدائر في الأسواق المصرية بين صناع السيارات ووكلائهم، خاصة في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والمعروفة بالإس يو في، والتي لاقت رواجا في الأونة الأخيرة. ومن أبرز الطرازات اللي قدمت للأسواق المصرية طراز إكليبس كروس الحامل شعار الصانع الياباني ميتسوبيشي، حيث نجحت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس في احتلال مكانة مرموقة بين منافسيها في وقت قياسي، واستطاعت أن تقتنص نسبة جيدة من المبيعات، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى ما يقرب 4% من إجمالي مبيعات السوق المحلي بحسب ما أعلنت شركة دايموند موتورز وكيل العلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر. جاء التصميم الخارجي لهذا الطراز ينفرد بملامح حادة وتصميم خارجي مميز، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال الواجهة الأمامية اللي جاءت مثلثة الشكل ومتجهة لأسفل، مع وجود فتحتين للتهوية بالمصد الأمامي، واللي اعتمد على اللون الأسود لإضفاء مزيد من القوة والروح الرياضية على الطراز. كما زودت هذه السيارة بشبك أمامي مكون من 3 خطوط أفقية مطلية بمادة كروم اللامع، ويحمل في منتصفه شعار الشركة المصنعة، ومصد أمامي مثبت به وحدات إضاءة ضبابية ومدمج به إشارات الالتفاف بأطراف المصد الأمامي، وإطارات بقياس 16 بوصة للفئتين الأولى والثانية و18 بوصة للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا، وحدات إضاءة أمامية مزودة بتقنية ليد شديد التوهج. تبلغ قياسات الطراز إكليبس كروس 4 متر 40 سنتي، ده طول عرض سيارة متر 85 سنتي من دون احتساب المرايات الجانبية، وبارتفاع أقصى متر 68 سنتي، وبقاعدة عجلات 2 متر 67 سنتي. أما عن مقصورة الركاب بهذه السيارة، فجاءت مثبتة على قاعدة عجلات بطول 2 متر 67 سنتي لتكون قادرة على حمل 5 أشخاص بالغين بمنتهى الراحة. كما رسم التابلو الأمامي بعناية ليكون في متناول يد السائق، مع وضع وحدات قياس بشكل دائري لكل من السرعة وعدد لفات المحرك، يتوسطهم وحدات قياس حرارة المحرك وكمية الوقود الموجودة بخزان السيارة والبالغ سعته 60 لتر. كما جاء الكونسول الوسطي له يحمل شاشة رقمية لعرض المعلومات اللي بيحتاجها السائق، مع قارئ للاسطوانات المدمجة ومخرج يو اس بي ليخرج صوت عبر 6 مكبرات صوت موزعة بداخل المقصورة الداخلية بالكامل. وفي الفئات الأعلى تجهيزا يصل عدد مكبرات الصوت إلى 9 مكبرات ووحدتين لتضخيم الصوت، بالإضافة إلى أحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت وستين هوائيتين للسائق والراكب المجاور له في الفئة الأقل تجهيزا، وسبع وسائد هوائية للفئة ذات الدفع الرباعي وهي الأعلى تجهيزا. بالنسبة لمحرك ميتسوبيشي إكليبس كروس، بيحمل الطراز إكليبس كروس 2019 قلبا نابضا مكون من 4 اسطوانات مدعم بشاحن للهواء تيربو، ويعمل بداخله 16 صباب وفقا لنظام تعديل توقيت فتح وغلق الصمامات DOHC. يمكن المحرك إخراج قوة 110 حصان للفئات ذات الجر الأمامي. أما عن فئة الدفع الرباعي فاعتمدت على محرك بقوة 150 حصان، يصل عزم دوران المحرك إلى 250 نيوتن متر، بتظهر بداية من 2000 دورة بالدقيقة. تم ربط المحرك بعلبة تروس من فئة CVT سبورت مود مع تدعيم علبة التروس بمبرد خاص بيعمل بالزيت. يصل وزن طراز إكليبس كروس من ميتسوبيشي في أقل فئات تجهيزا إلى 855 كيلو جرام وطن ونص للفئة الأعلى تجهيزا. بالنسبة لأنظمة الأمان والحماية بالسيارة، أمنت السيارة ميتسوبيشي طرازها إكليبس كروس 2019 من خلال العديد من وسائل الأمان الإلكترونية كالوسائل الهوائية ونظام توزيع قوى الكبح، قوى الفرامل يعني اللي هو EBD، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS. وتم وضع الأنظمة السابقة في جميع الفئات، وبداية من الفئة الثالثة اللي تحمل الرمز GLS Midline، وصولا للفئة الخامسة وهي الأعلى تجهيزا الحاملة للرمز GLS Premium، فتم تزويدها بالأنظمة الآتية: نظام الـ HAC اللي هو نظام التوازن الخاص بالمرتفعات، نظام الـ ESP، نظام الـ ASC، ونظام منع إدارة المحرك الـ Engine Immobilizer. بالنسبة لفئات السيارة ميتسوبيشي إكليبس، يتوفر من طراز إكليبس كروس 5 فئات بتشترك في محرك واحد فيما عدا الفئة ذات الدفع الرباعي، فهي حصلت على محرك أكثر قوة بين فئاتها. تحمل الفئة الأقل تجهيزا رمز الـ GLX، وتنقسم لفئتين GLX Baseline و GLX Midline. أما الفئة الثانية والمرموز لها بالرمز GLS WD بتضم فئتين GLS Midline و GLS Highline، والفئة الأخيرة وهي ذات الدفع الرباعي وهي الأكثر رفاهية وتجهيز بتحمل الرمز GLS 4WD GLS Premium، وبتضمن ميتسوبيشي طرازها إكليبس كروس 5 سنين أو 100,000 كيلو متر أيهما أقرب. بالنسبة للمواصفات، سعة المحرك 1.5 لتر، عدد الاسطوانات 4، 16 صباب، القوى الحصانية من 100 ل 150 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، عزم الدوران الأقصى 250 نيوتن متر ما بين 2000 إلى 3500 لفة في الدقيقة، الاندفاع جر أمامي رباعي. بالنسبة لنقل الحركة، هو فتيس
من 8 نقلات. الأبعاد: الطول 4 متر 40 سنتي، العرض متر 80 سنتي، ارتفاع السيارة عن الأرض متر 68 سنتي، قاعدة العجلات 2 متر 67 سنتي، وزن السيارة فارغة 885 كيلو جرام. بالنسبة لاستهلاك الوقود بتستهلك 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر. سعرها في مصر يبدأ من 450 ألف جنيه مصري، ويبلغ سعر أعلى فئة ليها 585 ألف جنيه مصري. أتمنى أن يكون الفيديو مفيد. نشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.